عايز حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش مندى قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم، بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول المفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ تناوي تدخل الحرب؟ ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش وخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صحصح لي كده. ها؟ تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه. بودي جارد يا بابا؟ ايوه. ليه يا بابا؟ الله. حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد؟ يا ابني اديني فرصه اتكلم معاك بره يا ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد؟ انا ما بقولش حاجه. الله. انا عارف ان انتوا حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه. خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص؟ هديت؟ اتفضل. اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا، شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ها، ذو بأس، حاد النظر، طبعا لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. انا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته؟ ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كليه الطب. قسم التشريح طبعا، قسم تأتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله.
اسمك كريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى، ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد؟ طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف؟ ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه ايه الدوسه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. هم متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. هم جايين. ايه اللي بهدل مكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه، لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني. قمت موريهم الرجوله ازاي. انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. هو عادي يتحرك من هنا. خرب بيه، انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، ده عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب. وابن ايه الا الاب؟ يا سلم الطريقه بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. ومطلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه. انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصوره فيها، انا عليك دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا، بص الصوره دي لما كان معانا الكاسه. مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي في الاولمبيكيات. في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كده؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني تاني يا اخ سالم، تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفد منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لازم ايه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان دوت تكون عندي بكره الصبح. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سلام سلام. اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. نهار اسود. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب. وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، كنت فاكر انك انت هترشحهولي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس. عصبي من عمايلك فيا. يا بابا يا بابا ده شويه مش عارف. عصبي ده شويه. تعبتني ايه؟ تعبتني بس. ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا واد ده؟ جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه.
قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه؟ يا أخويا بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليلة يا ياض، أخش أجيب لك سطر الجراليب من جوه. أنت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمة واتحرقت خلاص، أنا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابن الكلب يا ابن الكلب. يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا ايه مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه يا زكي تعالى هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ حلو حلو يا اخي اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك. ركز زكي وراك انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله، يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد. وانا هسيبك يا بابا. ده انا ما انت معاك ضني اوعى تمشي يا بابا. يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه بصصت في لقمة عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي بخلي الفار. اطلع يالا احسن لك. مش هطلع. خلاص خليك خليك يا اخوي. حتى انت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره واعيدك وريني هتقعد قد ايه انت على السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغوليات الكتيرة إني أجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. إيه يا بابي؟ أنت هتتجوز ولا إيه؟ حد جاب سيرة الجواز. أنا بقول في أمور كتيرة لازم تتصلح وده بيتطلب إن يكون في حد معاكم. جوه البيت، بره البيت، بره البيت أكتر من جوه البيت، يعني في العربية، في النادي. أظن الكلام بتاعي واضح. يعني إيه؟ حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت اتنات افيلبل ناو يو كان كم اجين. اوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا صباح على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد وما فهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي، سور الفيلا واطي يعني، فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا، وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان، وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع سيادتك بالنسبه كده تمام. بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات. العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله، وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط بعد اذنك. استنى عندك انت. ايه يا ابني برباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه. انا عايزك تحرس اولادي. اولادك دول؟ دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني ارجوك اسمعني، هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد اذنك شيرين بنتي